تخيل بقى تبقى بتلعب في برشلونة وكنت مصاحب شاكيرا وأجمل من ممثلين هوليوود، وربنا صارف لك طول داخل على مترين، ورجل أعمال ومخلف عيلين، يعني خدت المال والبنون، ولعبت مع ميسي وكريستيانو وفزت بكل البطولات مع النادي واليورو وكاس العالم مع إسبانيا. عايز ايه تاني من الدنيا؟ لا صحيح، عايز ايه تاني يا ابن المحظوظة يا فوزي؟ ده زمن وهايص. انت تعرف ايه عن بيكي؟ مدافع برشلونة اللي بيلبس رقم 3 واللي اعتزل اول امبارح. يبقى انت غلبان ما تتكلمش. تعالى انا هحكي لك الحكاية. اسمه جيرار بيكي برنابيو، اتولد في 2 فبراير 87 في مدينة برشلونة. ابو خوان بيكي محامي ورجل اعمال تقيل، وامه منتسيرات برنابيو مديرة اكبر مستشفى عمود فقري في كيا اسبانيا. وطبعا اسم برنابيو ده مش هيعدي على ودنك كده، ده مش بتاع الريال، لا ده نائب رئيس برشلونة السابق. يعني الواد جامد ومقصل قوي، يعني يخرب بيته. بيكي من وهو صغير وهو مجنون بالكورة، لا مجنون بجد. وهو عنده سنة ونص بس كان بيلعب بالكورة وقامت وقع من الشباك، ولأن الذكاء عنده موهبة نط وراها، هو راح فعلا. الوقعة دي بقى خلته يدخل في غيبوبة يومين، لكن ربك كرم وقام منها. في 97 وهو عنده 10 سنين بس انضم لأكاديمية برشلونة في فريق اسمه 11 بي مع فابريجاز والرجالة الحلوة دي، واللي بعد كده جه عليهم ميسي. بيكي بدأ مسيرته في برشلونة كلاعب ارتكاز، لكن مع الوقت تغير مركزه لقلب دفاع علشان طوله، ورغم انه كان مدافع الا انه كان حريف بيسجل اهداف كتير وبيصنع كتير، وده خلى العين عليه. ومن ضمن العيون دي كانت عين عجوز في مانشستر، هو السير أليكس اللي تعاقد معاه وهو عنده 17 سنة، وتحديدا في 2004 وببلاش. بيكي لعب اول مباراة ليه في اكتوبر 2004 في كاس الرابطة، كان دخل بديل لجون أوشي، ومانشستر فاز قبل ما يلعب اول مباراة ليه كاساسي في 29 مارس 2006، ولعبها كباك يمين لما جاري نيفل اتصاب. وزي ما انت شايف كده كانت مشاركاته قليلة لان مانشستر كان عنده فطاحل في الدفاع، فخد بعضه في 2006 وراح اعارة ريال زاراجوسا علشان يلعب هناك اساسي، وفعلا شارك هناك في 22 مباراة جنب المدافع الارجنتيني جابرييل ميليتو، والاثنين هيجتمعوا بعد كده في برشلونة. بعد الإعارة رجع مانشستر في موسم تاريخي وهو 2007-2008 اللي مانشستر فاز فيه بدوري الأبطال، وبرضه مشاركات بيكي كانت معدودة علشان يجي برشلونة ويقول له مش هتحن ولا إيه، ويطلع بيحن فعلا ويرجع برشلونة في 27 مايو 2008. رجع بيكي لبرشلونة بخمسة مليون يورو بس. جوارديولا كان عايز بيكي بالاسم، ليه بقى؟ اولا لاعب طويل ممتاز في الكرة العالية، ثانيا وده الاهم لاعب سوبر في اللعب برجله يقدر ينفذ افكاره، ثالثا كان سريع. بيكي السلحفة دلوقتي وهو صغير كان سريع على فكرة. وفعلا بيكي في اول موسم ليه مع برشلونة لعب بشكل اساسي وشارك في 45 مباراة، والفريق انهى الموسم فايز بالثلاثية التاريخية وهزم الريال في السكة 6-2، وبقى بيكي واحد من 4 لعيبة بس في التاريخ يفوزوا بدوري الابطال سنتين ورا بعض مع فريقين مختلفين. في رحلة السداسية بيكي صنع هدف التعادل لبيدرو في نهاية كاس العالم للاندية في الدقائق الاخيرة. خلال موسم 2009 بيكي بدأ رحلته مع منتخب اسبانيا، ما هو مكسر الدنيا مع برشلونة، ففي فبراير لعب المباراة الاولى ليه قصاد انجلترا لما دخل بديل لبويول. موسم الافراح لبيكي تواصل في 2010، مكانته في اسبانيا بقت محفوظة، ونفس الحال مع برشلونة، الفريق مسيطر وبيكي بقى معروف في العالم كله. برشلونة خسر نص نهائي دوري الابطال قصاد الانتر على الرغم من تسجيل بيكي لهدف عبقري، لكن نهاية الموسم كانت بداية كاس العالم في جنوب افريقيا. بيكي سافر مع المنتخب وشارك في كليب اغنية المونديال، واللي مين غنتها؟ الله ينور عليك، شاكيرا. وكا وكا لا مؤاخذة انت معكت شوية. المهم يا صديقي، وهو بيصور الكليب اتعرف على شاكيرا، والمونديال انتهى باسبانيا بطلة العالم، وبيكي عنصر رئيسي في الفوز باللقب. مع نهاية المونديال بدأت قصة حب بيكي وشاكيرا، واللي معاها بدأ جوارديولا يفقد أعصابه. جوارديولا كان ممشي برشلونة زي المدرسة، واللعيبة دي طلبة كلهم لازم دماغهم تبقى في الكورة وبس، أما بيكي كان بيصدق إن التدريب يخلص علشان يروح لشاكيرا، ما هو الصراحة يعني عنده حق برضه يا جماعة. الفكرة بقى إن علاقة بيكي وجوارديولا بدأت تتدهور لدرجة إن في كلام إنه وصى ببيعه في 2012، ولو كان بيب كمل كان بيكي هيمشي. في 2010-2011 برشلونة حقق دوري الأبطال الثاني لبيكي، وفي نهاية الموسم قرر بيب الرحيل عن برشلونة وتيتو فلانوفا يدرب الفريق. في فترة تيتو الفريق ما كانش جيد فيها، والمدرب كان عنده ظروف صحية رغم الفوز بالدوري، إلا أن برشلونة خسر مع البايرن ذهاب وإياب 7-1، وبيكي
كان من أسوأ اللعيبة وسجل في مرمى، ولكن إسبانيا فازت باليورو، وبيكي برضو كان مؤثر في البطولة. مع نهاية الموسم اتغير تيتو وجي تاتا، ما هي حضانة بعيد عنك، والوضع ما تحسنش، وبرشلونة خرج من دوري الأبطال على إيد أتلتيكو مدريد. رحل تاتا وجي إنريكي، ومع الوضع اختلف. مع إنريكي ما كانش فيه بويول، وبالتالي بقى مطلوب من بيكي يقود خط الدفاع، لكن هنا ظهرت المشكلة. بيكي مدافع ممتاز طالما جنبه مدافع ممتاز، يعني بالبلدي هو محتاج حد يغطي على غلطاته مش هو اللي يغطي عليه، وإنريكي فهم ده بسرعة، وكان الحل إن ماسكيرانو يرجع قلب دفاع لأنه ينفع قائد للدفاع ويقدر يصلح كوارث بيكي. الحل ده كان ليه تأثير السحر، مستوى بيكي ارتفع تاني، وبرشلونة حقق دوري الأبطال تاني، قصدي تالت لبيكي، وما كانش حد يعرف إن دي بداية اللعنة. الموسم اللي بعده برشلونة خرج من يوفنتوس بعد ريمونتادا باريس، وخرج من روما بفضيحة مانولاس، وخرج من ليفربول بزلزال أوريجي، وخرج من بايرن ببركان وفيضان وزلزال ونيزك بايرن ميونخ. والرابط في كل دول إن بيكي كان بيلعب. بيكي خرج بعد ماتش البايرن وقال لو النادي عايز نمشي همشي، وبعدها بما فيش جدد عقده ل 2023. وفي الفترة دي خرج مصطلح البقرات المقدسة، وهي لعيبة الجيل الذهبي اللي مهما كانوا سيئين بيلعبوا ومحدش يقدر يقرب لمركزهم، والمصطلح ده لزق في بيكي وبوسكيتش تحديدا. من كارثة لكارثة ومن مصيبة لمصيبة، وبيكي دايما ملام، الفريق بيحقق الدوري وبيفشل في الأبطال، والعيون كلها على الحرس القديم، لحد ما وصل لابورتا. لابورتا وصل بسياسة واضحة، أنا اللي بنيت الجيل الذهبي وأنا اللي ههده وابني غيره على نظافة. الأسماء الكبيرة بقى مطلوب منها تخفض رواتبها أو ترحل، وعلى رأس القائمة بيكي صاحب أعلى راتب في الفريق. بيكي رفض يخفض راتبه علشان لابورتا يطلب من تشافي إنه ما يلعبش، لأن في بند في عقده إنه لو لعب 35% من ماتشات الفريق عقده يتجدد موسم إضافي، أما بقى لو ملعبش النسبة دي عقده ينتهي في صيف 2023. وسط ده بيكي خان شاكيرا، تخيل تبقى معك شاكيرا وتخونها، انفصل عنها وده أثر عليه ذهنيا، ولما جت الفرصة يلعب عمل اللي عمله قصاد الانتر وقضى على برشلونة، ولما إنريكي استدعاه في القائمة المبدئية للمونديال الجماهير كلها وقفت ضد القرار. هنا بيكي وقف مع نفسه وعرف إن الزمن ده زمنه، وإن كل يوم بيمر وهو في الملعب بيفقد كتير من تاريخه مع برشلونة، وإن دي اللحظة المناسبة علشان يعلن الاعتزال والتنازل عن مستحقاته عند النادي. قرر يرجع كمشجع ويجهز للانتخابات كرئيس. بيكي أسطورة، كرهته بقى اتريقت عليه، هو أسطورة، حقق كل حاجة أي لاعب بيحلم بيها، كان جزء من جيل تاريخي الإسبانيا وبرشلونة، وخارج الملعب هو رجل أعمال ناجح جدا، دخله السنوي بيعدي 80 مليون دولار. يمكن ما اختارش توقيت النهاية، يمكن كان متمسك ببرشلونة، لكن محدش يشكك في حبه للنادي وإنه في يوم من الأيام هيبقى الرئيس. وبس يا سيدي، هي دي حكاية بيكيه.